More than 35 years before the Year of the Elephant, one of the greatest Arab figures was born. He was born from holy ancestry into a prominent and knowledgeable family. Its roots extended to Abraham, the essence of prophethood and monotheism. Abu Talib, Kabir al-Sahaba, Ridwanullahi alayh. نخلة سامقة في بستان إبراهيم وآل إبراهيم لوحة غصن كبير من هذه الشجرة المباركة شجرة إبراهيم التي غرسها في مكة المكرمة وعندنا فرع إسماعيل الذي هو يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله هذا الفرع بقي على ملة إبراهيم ولم يعبد الأصنام أبداً هذا الفرع لم يكن مكلفاً لا بالمسيحية ولا باليهودية كان على ملة إبراهيم حتى يبعث الله فيهم رسولاً صلى الله عليه وآله فبني هاشم عامة كانوا من أقوى الفروع لقبيلة قريش وعبد المطلب هو سيد قريش لكن ما تم الحديث عنه حول تكفير أبي طالب وجعله مؤمنا هذا يدخل ضمن محور الهجوم العام على آل البيت الكرام محور من محاورهم لكن فرضنا يعني جاء شخص ألف 30 جزء وصرف 10 سنوات حتى يثبت بأنه أبو طالب كان كافر ومات هل تنفعه هذه الكتب؟ الحنيفية التي تنتمي لإبراهيم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين هل من المنطق والمعقول أن هذا الرجل البطل في مجال التوحيد الذي هو إبراهيم وإبراهيم يؤسس للبيت ويؤسس للحجر ويأمر الله تبارك وتعالى من خلال إرادة إلهية بتخليد إبراهيم أن كل من طاف حول الكعبة أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم هذا الرجل الضخم هل تنتهي رسالته بالمرة؟ ما تبقى لها جذور؟ ما يبقى لها امتداد؟ لا موجود الامتداد وموجود الجذور لكن أحياناً مرة كما قلنا مرة ظاهر مشهور مرة خائف مغمور ولذلك الآن لو تقرأ عبد المطلب رضوان الله عليه اللي هو أب الذي ينتمي إليه Abu Talib. The Hashemites were descendants of Prophet Abraham. They were the most prominent from the tribe of Quraysh. It is from them that the Messenger of Allah was chosen, who is the highest of all creations, and who was born in the holy city of Makkah. Muhammad was an orphan from his birth, but he was embraced by the kind hearts of his family. His grandfather, Shaybatul Hamd, Abdul Muttalib, had the honor of raising him. He was the head of Quraysh and most prominent of them. وكان عبد المطلب لديه من الذرية عشرة أولاد وكان أقربهم إليه أبو طالب الذي يعرف باسمه الحقيقي عبد مناف وكان الشقيق الوحيد لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله وأقصد بشقيقه إنه أخوه من أمه وأبيه وباقي أبناء عبد المطلب هم أخوة أبو طالب لأبيه من أمهات أخرى
وكان سببا في وطادة العلاقة بين عبد الله وأبي طالب، وكان أيضا سببا رئيسيا في اختيار عبد المطلب لأبي طالب في رعايته للنبي صلى الله عليه وآله عندما حضرته الوفاة، أي الوفاة لعبد المطلب. فكان هذا الجانب، الجانب الوراثي أو الجانب النسبي، جانب رئيسي ومهم في تفكير عبد المطلب في توكيل الرعاية بأبي طالب لرعايته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو طالب كهف وقلعة حصينة لأعظم موجود وهو سيد الأنبياء، ولأعظم مأمورية ولأعظم دور، يعني في شواهد القرآنية والروايات أن الذي قام به أبو طالب أعظم مما قام به النبي إبراهيم والنبي عيسى والنبي موسى والنبي نوح وسلسلة الأنبياء والعزم. لما؟ لأنه كان من ضمن الطاقم القريب لأعظم دولة إلهية هو سيد الأنبياء. فلنعتقد أو فلنفكر بأن هذه الوصية هي في الحقيقة إخبار غيبي من قبل عبد المطلب لكل من يحيط به ولكل من يعتقد بكرامته على الله وقد ظهرت له الكرامات على الله، إخبار بأنه كان يعرف بأن محمدا صلى الله عليه وآله نبي، وأبو طالب كان يعرف ذلك. When he, Abdul Muttalib, fell sick, he called upon Abu Talib and passed on to him the responsibility of care of his beloved Muhammad. He entrusted him by saying, انظر يا أبا طالب أن تكون لهذا الوحيد الذي لم يشم رائحة أب ولم يذق شفقة أمه، انظر أن يكون منك بمنزلتك بدك، فإني قد تركت بني كلهم وخصصتك به أبو طالب محمد And so, Abu Talib became the guardian of the Holy Prophet, peace be upon him. He treated his nephew with utmost love and compassion, for he was a protective guardian for the Messenger of Allah, peace be upon him. أبو طالب زوجته فاطمة بنت أسد ابن هاشم، ولذلك علي بن أبي طالب سلام الله عليه عندما يتحدثون عن ترجمته يقولون أول هاشمي ولد من هاشميين الأم والأب، ولم يتزوج غيرها أبو طالب رضوان الله عليه، وأولدها أربع أولاد وبنت واحدة، الأربعة بالتسلسل طالب وعقيل وجعفر وأصغرهم علي سلام الله عليه، والبنت فاخته التي تسمى ام هاني. بيت ابو طالب اللي نشا فيه النبي صلى الله عليه واله كان بهالبيت نخله، ورسول الله يتكلم صلى الله عليه واله يقول فاطمه بنت اسد امي بعد امي، يقول لواحد ما رايناك فعلت مع جنازه كما فعلت مع جنازتها، قل ماذا تقول يا عمر إنها أمي بعد أمي، كانت تجيع أولادها وتشبعني، تشعث أولادها وتدهنني، كان عندهم نخلة في البيت يتساقط تمر منها أو ترسل واحد يتسلق يأخذ التمر الناضج وتخبي لي إياهم عن أولادها،
ثمهم هذه لمحمد. محمد عزيز، أعز من عقيل وطالب وعلي وجعفر، أعز من الكل صلى الله عليه وآله. ماذا تقول؟ هسه قد يكون هناك اختلاف بإيمان أبي طالب كما نتحدث، لكن بإيمان فاطمة بنت أسد ماكو اختلاف. طيب، فاطمة بنت أسد المؤمنة التي دفنها النبي بنفسه وتمدد في لحدها وألبسها بردا له فوق الأكفان، وهو يقول أنا حدثت ذات يوم أن الناس يحشرون عرات، فقالت وسوأتا، فوضعت عليها بردي لتكسى من حلل الجنة. أن وفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها، وحتى إنه هو ألبسها قميصه حينما توفيت ونزل في قبرها أولا وتمدد في قبرها، فلماذا؟ حتى لا تبتلى بضغطة القبر، وفاء لها وحبا لها. هل فعل ذلك مع أي كان من الناس، من البشر، من سواء أكانوا رجالا أو أكانوا نساء، شهداء أو غير شهداء؟ هل فعل ذلك مع عمه حمزة؟ فاطمة بنت أسد هذه الامرأة التي ربت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقول هي أمي بعد أمي، كانت تطوف فاطمة بنت أسد حول الكعبة المشرفة، جاءها الطلق وذكرت دعاء فاطمة بنت أسد بحرم الإله وأمه والبيت حيث فداؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة طابت وطاب وليدها والمولد في ليلة غابت نحوس نجومها وبدت مع القمر المنير الأسعد ما لب في خراق الطواب مثله إلا ابن آمنة النبي محمد إلا ابن آمنة النبي محمد. وكيف لا يحق لعلي أن يولد في الكعبة وهو الأول ناصر للدين الإسلامي والكعبة المشرفة؟ لكن ينالون من أبي طالب لغرض نيلهم من علي، باعتبار علي بن أبي طالب هو ابن كافر وليس ابن مؤمن، وهذا لا يضر أحد شيئا، وهذا ضمن الحملة العامة للتقليل من شأن علي كرم الله وجهه. وهؤلاء صنفوا التصانيف الكبيرة لحقد خرج من نفوسهم. Abu Talib was accused of being a disbeliever for the sole purpose of slandering the commander of the faithful Ali ibn Abu Talib. This slander came from community leaders and aristocracy who share the same politics as the Umayyads. الموقف من أبي طالب أنا لا يعني لا يحتاج إلى مزيد فكر وتأمل وتحقيق وتدقيق. نحن نعرف أي من له أدنى اطلاع على تاريخ الإسلام وعلى تاريخ الدعوة الإسلامية وعلى تاريخ خصوم الدعوة الإسلامية يجد أن العقدة هي علي وليست أبا طالب. علي هو العقدة بالنسبة إليهم، ولو أن أبا طالب كان أبا لأحدهم لوجدتهم يعني يزجون له الفضائل والكرامات وما لا تحمله الإبل. فكل الموضوع، كل المحور يحوم حول علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، واصطنعوا حتى الحديث إن عمي أبا طالب على ضحضاح بين الجنة والنار على اعتباره شيء، لكن يحسم الموقف علي بن أبي طالب سلام الله عليه. يخطب بالرحبة بالكوفة وقام إليه رجل قال يا أمير المؤمنين يقولون إن أباك في النار، قال نسمع الجواب منه. وأسألك واحد يعني أنا من أسألي عن رجل أسأل الجيران لو أسأل ابنه، خل نسأل علي بن وعلي بن أبي طالب ممكن أن يحابي إلا يعني
وهي خاف الأمور يصير بها خلة أدب مع الإمام سلام الله عليه. يعني ممكن أن يساوم، ممكن أن يجامل علي بن أبي طالب صاحب الحديدة المحماة معاقل. فقام إليه الرجل قال يا أمير المؤمنين يقولون إن أباك في النار، أجابه جواب سيكون مسك الختام للحديث. قال صح فضل الله فاك، كيف يكون أبي في النار وابنه قسيم الجنة والنار. فإذا أبو طالب عنوان من عناوين الإسلام، وأبو طالب له أجران، أجر الإيمان وأجر الكتمان. وهذه قضية الضحضاح. أول ما عندنا باللغة العربية ضحضاح من نار، ضحضاح من ماء، وقد يستعمل مجازاً ضحضاح من نور. وعندنا نص عن أهل البيت أن أبا طالب في ضحضاح من نور، يعني هالة نور عليه. فهم غيروا حديث ضحضاح النور لأبي طالب هالة النور لعلي، يبعث عبد المطلب وعليه بهاء الأنبياء وسيماء الملوك وهالة نور. ضحضاح النور اللي بالآخرة على أبو طالب جعلوه ضحضاح نارين. إذن واضح أن القضية مقصودة وسياسية. When the narrators heard this narration, they wrote it down. One of these narrations is that of Abu Talib's disbelief. Years later, when the Abbasids took the reign of power, they used this narration to support their political agendas, as the Umayyads did. يؤسفني أن الحديث عن أبي طالب تنزل إلى مستوى إسلام أو إيمان أبي طالب، والحال أن واقع الحديث عن أبي طالب ليس في إسلام وإيمان أبي طالب. هذا الشأن وهذا المستوى نوع من الاستخفاف بمقام أبي طالب. The strong bond between Abu Talib and his nephew, the Holy Prophet, peace be upon him, is what inspired him to write poetry about Islam. أبي طالب كان شاعر وشاعر فحل، ومن نقرأ شعره نلقي به النقاء والصفاء والإيمان. يصف رسول الله في لاميته المشهورة وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ربيع اليتامى عصمة للأرامل. يعني هذا الشعر ما يطلع إلا من نفس مؤمن. كانوا العرب يعتبرون الشعر مدونة التاريخ والأحداث للعرب، وكان الكثير من أبناء عبد المطلب ينظمون الشعر، وامتاز أبي طالب بأنه الشاعر الوحيد الذي دون ديوانه من أبناء عبد المطلب، وكان من أشهر قصائده التي تصدى بها لقريش هي تلك القصيدة العصماء التي عدت بموازاة القصائد السبع المعلقات أو المذهبات. أن النبي صلى الله عليه وآله حينما استسقى في المدينة وجاءه الغيث وذكر أبا طالب رضوان الله تعالى عليه وسلم وعليه السلام، وقال لو أن أبا طالب من ينشدنا شعر أبي طالب، فقام علي وأنشده قصيدته اللامية التي فيها وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فأبو طالب ترحم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي طالب ودعا له وقال نعم هذا الذي قصدته. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل، فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وهذه القصيدة اللامية لأبي طالب تعتبر من عيون الشعر العربي، وعليها من الجهود
الأدبية العلمية العديد من الشروح التي وصلت إلى أكثر من 7 شروح، أشهرها طلبة طالب في شرح لامية أبي طالب لأموستاري الأزهري، وزهرة الأدباء في شرح لامية شيخ البطحاء للشيخ جعفر النقدي. When Quraysh fell to stand in the way of the message of Islam, they turned their attention to the messenger himself, peace be upon him. The leaders of Quraysh came together and decided to boycott Hashim, Abdul Muttalib, and their families. Abu Talib was a firm believer in his nephew's call to Islam and did not conform to Quraysh's request. Rather, he insisted on protecting himself. He showed his allegiance to the Holy Prophet, peace be upon him, by reciting a poem that praises the Prophet, peace be upon him, and advised the people against following the disbelievers. هم أقروا على أنفسهم بالسفة سفه أحلامنا، هذه أحلام، هذا منتهى فكرهم، أن يسلموا عمارة إلى أبي طالب يربيه ويخدمه في مقابل أن يتسلموا محمد صلى الله عليه وسلم ويقتلوه، هذا منتهى فكرهم. لكن إذ ما تسمع أبو طالب يتهم بالشرك والمسلمين يصرون على شركه، بينما في ديوانه عندما يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. أو ليس هذا دليل على إيمان أبي طالب؟ إذن أبو طالب كان مؤمن قريش، وأبو طالب كان من رأس الإيمان في أول أيام النبي، ولكنه يكتم إيمانه، فرضوان الله عليه يوم ولد، وسلام الله عليه يوم استشهد في شعب أبي طالب، وسلام الله عليه يوم يخرج شفيعا لمحبيه. العديد من الدراسات التي تناولت الديوان ديوان أبي طالب جمعا وشرحا وتحقيقا تصل إلى قرابة 20 مؤلف، وهذا يعني أن الديوان قد أخذ أو بدأ يأخذ حقه في الانتشار والدراسات، فقد دونه أبو هفان المهزمي البصري الذي توفي في عام 257 هجرية، ثم دونه علي بن حمزة التميمي النحوي المتوفى عام 375 هجرية، وكان أبو هفان وابن حمزة هما أول من دون ديوان أبي طالب، ويعتبر ديوان أبي طالب من الأصول الأدبية الشعرية في التراث الأدبي العربي. All that was said against him do not alter the facts that Abu Talib was a strong believer in his role in protecting Islam. The evidence of his faith are crystal clear. أنا ابن أسرة دينية تولت الإفتاء في أربيل وكردستان منذ 500 سنة. آبائي وأجدادي كلهم لهم جهة الإفتاء في أربيل، والدي كان قاضي، جدي، وعدنا جامع الكبير نشر نبيذ الدين الإسلامي. فأنا ولدت من أسرة دينية سنية شافعية المذهب أشعرية العقيدة نقشبندية الطريقة. فمن أتكلم أنا غير متأثر بالأجواء نجف وكربلاء، وغير متأثر وغير مستفيد وغير منتفع. شخصية أبي طالب واضحة المعالم، كبيرة المعاني جدا جدا، شخصية إسلامية، شخصية ثقافية، شخصية اجتماعية، شخصية عشائرية، شخصية مملوءة حكمة، مملوءة بطولة، مملوءة رجولة. وإلا كيف هو ما يؤمن بمحمد؟ كيف يحمي محمد؟ ينشر دين خلاف دينه؟ مبادئ الشخصية ما تقبل هذا الشيء. 10 years after the initiation of Islam, Abu Talib passed away. The great man who supported the Holy Prophet, peace be upon him, and was the protector of religion and the flag bearer of it. إلى أن توفي أبو طالب، النبي صلى الله عليه وآله قام لأبي طالب، ذهب إليه وبكى فوق رأسه، كان يحتضر، ولقنه الشهادتين، ولقنه ولاية ابنه علي. ولما توفي قال رحمك الله يا عم، كفلت صغيرا، ربيت صغيرا، ونصرت كبيرا. ولما قال إذا كملتم غسل وتجهيز خبرني، ومشى خلف جنازته.
This is how impactful people think in the journey of life, diminishing on their journey through life all traces of ignorance. The greatest of companions was the greatest associate and strongest protector for the message of Muhammad. Peace be upon him.